دعاء اجيلك يعني طبعا دي اول موسم ليكي مع الاهلي، انتقلت من الزمالك جيت الاهلي، كلميني عن ظروف الانتقال وانتقلت ازاي؟ هو انا كان العقد بتاعي كان خلاص خلص 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 يعني ما كانش فيه سنه ولا اتنين زي ما الكلام اللي كان حاجه، بيتقال. لا هو كان تمام. خلص وبس. وجالي يعني مين كلمك في النادي الاهلي او يعني طلبك تلعبي معانا؟ كابتن حمدي. كابتن حمدي. طيب والاجراءات بقى ايه اللي تم؟ اتكلموا مع اسرتك؟ اتكلموا مع حد؟ يعني ايه اللي قولي لي التفاصيل؟ لا هو اتكلم معايا، وطبعا انا عرضت الموضوع على اهلي، واهلي كانوا مرحبين مرحبين جدا يعني بالموضوع وبس. طيب دخلتي الفرقه حسيتي بغربه؟ خلينا نتكلم بامانه يعني. لا خالص، بالعكس انا اصلا الفرقه يعني فرقه نادي الاهلي كلهم كانوا معايا في المنتخب من وانا حتى كنت في الزمالك. بالعكس انا دخلت الفرقه حسيت يعني ان انا كاني بلعب معاهم بقالي سنين، ويعني احساس مختلف، يعني احساس مختلف صحيح. تماما في اللعب في الاهلي، خصوصا ان انت فجاه بتلاقي نفسك ان انت يعني من اكبر واحد لاصغر واحد في النادي بيسبورت ان انت تبقى احنا كويس. معاك بالظبط، تبقى كويس بغض النظر عن ايه اللي هيحصل، يعني احنا معاك وفي ظهرك، وانت ما دام انت عملت اللي عليك خلاص. كان في مجهود كبير قوي كبير قوي من الجهاز، خصوصا كابتن حمدي ونهله. نهله برضو كان ليها دور كبير جدا جدا في ان هي تلم الفرقه، لان الفرقه كان في عدد كبير صغير صحيح. على عدد جاي من بره، على ناس محترفات موجوده جداد. بالظبط. فشويه ما يعني ما كناش لسه خدنا على اللعب قوي، بس كانت دور لم الفرق ده كانت نهله بصراحه هي اللي قامت بيه. فكل الحاجات دي جديده عليا، يعني كل الحاجات دي انا اول مره ان انا اتحط في احساس زي ده. وبصراحه هو ده اللي ساعدنا كلنا من اولنا لاخرنا، ان احنا نفضل واقفين على رجلينا وما نتهزش بكل الحاجات دي. ان انت صحيح. لما تحس ان انت يعني كل الناس اللي حواليك بتسبورت، انت بتبقى عايز تطلع اقصى ما عندك. صحيح. فهو ده بجد اللي خلانا ان احنا نطلع بالشكل ده. طب قولي يا دعاء، يمكن انت الماتش الاولاني للزمالك اللي كان في صالتنا لعبتي صح؟ اول ماتش. لا ما لعبتي في ماتش لعبتيه قدام الزمالك كان اول مباراه ليك وتالقت فيها، اللي هو كان تقريبا هناك في الاستاد. في الاستاد ثالث ماتش. ده كان المباراه دي لعبتيها ولعبت كويس جدا، حتى الناس كانت يعني قالت انه يعني واحنا توقعنا ان دي اول مباراه ليك، مش يعني اصل كان في احداث كتير في الموسم فانا مش متذكر. ففي مباراه، المباراه اللي انت لعبتيها كان اول مباراه ليكي قدام الزمالك، والناس قالت لا دي ممكن تنزل مهزوزه، بالعكس انت عملتي مباراه كبيره جدا. كلميني عن المباراه دي بدايتك. المباراه دي انا يعني هي بالنسبه لي برضو الموضوع كله مشكله شخصيه، فانت بتبقى برضو داخل عايز تثبت لنفسك وتثبت للناس والجمهور، وتبقى برضو قد المسؤوليه ان الجهاز الفني حطها عليك. صحيح. فبتبقى انت عايز بس دي ممكن تطلع، تقلب بخوف او توتر. ممكن كتير تقلب بس هي ما بخوف، عملتش معاك كده. الحمد لله اني ما عملتش كده. بس هي طبعا ممكن تقلب بخوف، بس الحمد لله يعني الموضوع بس اول مباراه دي كان دافع ليك عايزه تلعبي كويس. كان دافع وقديك. كان دافع، والفولي وحشني انا يعني. قعدت قد ايه ما تلعبيش؟ كم شهر؟ انا البدايه خالص كان المفروض ان العقد بتاعي خلص. بعد كده كابتن دومي الله يرحمه كان قعد معايا وتفاوض لما كان لسه في الزمالك، تفاوض كابتن مين؟ معايا كابتن عبد الحميد الوسيمي الله يرحمه. الله يرحمه. هو ده اللي كان تفاوض معايا في النادي واتكلمنا وكده. بس السيزون ده ما جددتيش؟ يعني له احداث كتير وظروف كتير ما طب جددتش. هم دخلوك في حوار ليه العقد وكام رامي؟ انت عقدك منتهي، انت فاهمه حاجه؟ لا يعني انا مش كان فاهمة حاجة. عادي منتهي، وكذا يعني سالت كذا جهه قانونيه قال ان العقد برضو منتهي. منتهي. اتقال ان لا ده في لسه سنه في العقد، فقلت ان كان حتى معاكي لو نسخه من عقدك؟ معايا نسخه من عقد وكان متسجل فيه السنين. قلت حتى ان هو اوكي انا معاكم ان في كان في سنه لسه، انا بقالي سيزن انا قاعده في البيت وما خدتش اصلا مستحقاتي بقالي حوالي سنتين ثلاثه. فهو من حق ابسط التعاقد يعني. بس فهي السنه دي انا كنت ما كنتش بلعب، بلس ان انا كمان اتوقفت 6 شهور تقريبا. فانا راجعه، انا وحشني الفولي وحشني الفولي، فرجعت على ماتش الزمالك اللي كان في الاستاد. حسيتي بس انت ما شاء الله الموسم كله عاملاه بشكل جيد بصراحه، يعني احنا اتفاجئنا. في العادي بتاخد وقت عقبال ما اللاعب بيجي، بالذات لو جاي بالزمالك للاهلي بياخد شويه وقت يعني عشان يخش. زياره اسامه في السله برضو يعني جت يعني محتاجه شويه وقت. بس انت الله اكبر دخلتي بسرعتك على الفريق بصراحه، يعني الله اكبر عليك. الحمد لله. طيب سعيده بالتجربه؟ جدا. لو الزمن رجع تاني؟ لا عمري ما هتردد ان انا يعني اخد التجربه دي تاني من اولها لاخرها بجد، يعني سعيده جدا وفعلا فعلا مرتاحه جدا في وسط الناس، لان زي ما قلت لحضرتك انا حاسه ان انا مش غريبه خالص، بالعكس تماما.
يعني كان كل الناس معايا وفي ظهري، حتى ساعة الوقف كان كل الناس، كابتن خالد العوضي وكابتن حمدي وكابتن ياسر، كل الجهاز كان معايا وفي ظهري، اللي هو اشكرك يا بجد بجد، وانت ساعدتينا وعملتي موسم رائع. ربنا يخليك.